وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية بثينة خليفة قاسم. أستاذة بثينة، مساء الخير. وبداية، كيف من الممكن أن نصف مستوى العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة على المستوى الرسمي والاجتماعي؟ نعم، بداية نبارك للشقيقة سلطنة عمان عيدها 48، ونسأل الله عز وجل أن يديم عليها باني النهضة الحديثة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي استطاع أن يحول السلطنة إلى دولة متمدنة ودولة منفتحة بإسهاماتها الفكرية والثقافية والحضارية. وهذا أمر بديهي حيث تركيز الحكومة والقيادة بسلطنة عمان على الاستثمار بالإنسان العماني. في واقع الأمر أنه اليوم الوطني للسلطنة هو امتداد لأفراح البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وذلك من منطلق العلاقات الخليجية العميقة، وأخص ذكر العلاقات العمانية البحرينية التي طبعا تستمد قوتها وقيمتها منذ عام 1981 بتأسيس مجلس التعاون الخليجي. هذا المجلس الذي قال في حقه وزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي في حوار المنامة هذا العام الذي أقيم في مملكة البحرين، أنه هذا المجلس وجد ليبقى. نعم، هذا المجلس وجد ليبقى ولن يهتز بإذنه تعالى لالتفاف الشعوب الخليجية من حوله، ونحن أمانة محظوظون لحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بقاء هذا الكيان واستمراريته في وقت شهدت فيه كيانات عربية عديدة التفكك والانهيار. نعم، الكاتبة الصحفية بثينة خليفة قاسم، شكرا جزيلا لك.